السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه، ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتكم عتيقه شانيل مع وصفه جديده وفيديو جديد. الوصفه ديالنا البنات ان شاء الله اليوم غنديروا الشباكيه باللوز، كتجي واعره البنات وخطيره ومعلكه وناجحه. بالنسبه للبنات اللي غيصوبوا الشباكيه اول مره، الشباكيه كتجي واعره. كما كتعرفوا الشباكيه ضروري من المائده ديال رمضان، وغنشارك معكم الطريقه ديال الشباك بالنسبه للمبتدئات اللي ما عمرهم شبكوا. هذا العام ان شاء الله غتشبكوا. هذه الطريقه ديال الشباكه البنات كتجي سهله وناجحه، الشباكيه كتجي خطيره البنات. وراني شاركت معكم البنات الفيديو ديال العسل، دوزو الفيديو السابق غتلقاو عندي في القناه، كيجي واعر وثقيل البنات وكيجي ناجح، كيجي مع الشباكيه خطير. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وفرجه ممتعه. المهم البنات غندوزو الطريقه والمقادير ان شاء الله، خليكم مع الفيديو حتى الاخير. المهم البنات غنحتاج هنا 2 كيلو ونص ديال الدقيق الفورص، يكون احسن خاص بالحلويات. وعندي هنا 2 كيسان ديال الماء زهر العنبه، راني دايره فيه هنا الكاس هذا، دايره فيه الزعفران الحر، تيجي واعر في الشباكيه. المهم البنات درت معكم العبار بالكاس ديال العنبه بالنسبه لي ما عندوش الميزان. وغنحتاج كاس ديال الزيت البلديه وكاس ديال الزيت الروميه، هذاك الكاس راه فيه الماء زهر البنات، وجوج معالق كبار ديال الخل فقط. وغنحتاج جوج معالق كبار ديال النافع مصهدينو وطحينو مغربلينو غربلوها البنات، وجوج معالق ديال حبات حلاوه تاهما كبار اللي تنصهدوها البنات وتنطحنو مغربلوه. وغنحتاج جوج معالق كبار ديال القرفه وجوج ضمط ديال الزعفران، وهنا عندي شويه ديال المسكه الحر اللي دكاها والكوزه حتى هي غنحكوها، وجوج كيسان ديال العنبه ديال الجنجلان هي مصهدينو هاد البنات، ما عندكم تحمروا حيت باقي غتقلى، مصهدينو وطحنينو. وجوج كيسان كبار، جوج كيسان ديال العنبه عفوا ديال اللوز اللي مصهدينو حتى هو طحنينو بالقشره ديالو. وعندي جوج اصفر ديال البيض، غير صفر ديال البيض، الا عندكم حساسيه ما ديروش. صافي البنات، ونحتاج جوج خمارات وجوج كيسان ديال الزبده مذابه. هادو هما المقادير. اول حاجه البنات هنا كندير هذاك الدقيق الفورص، كندير معاه جوج معالق كبار ديال النافع مطحون، وجوج معالق كبار ديال حبات حلاوه كما قلت لكم البنات غير صهدوهم ما تحمرهمش حيت باقي غيتقلى باش ما يتحرقش، وجوج كيسان ديال العنبه ديال اللوز اللي مصهدينو وطحنينو مزيان البنات، وجوج كيسان ديال الجنجلان حتى هو البنات مصهدينو وطحنينو، ما تبقاش تحمرو حيت غيتقلى في الزيت غتشبكي غتحرق. وجوج معالق كبار ديال القرفه والمسكه الحره شويه. وهنا غنحتاج جوج طماط ديال الزعفران كيعطيو اللون ومذاق ديال الخضيره، الزعفران الحره البنات ضروري ديروه كتجي الشباكيه بيضاء. ممكن نعاود معكم المقادير البنات باش تعقلوا عليهم. صافي هنا كنفرتو هذوك الزعفران مزيان. هنا البنات دابا غنخلط هاد النواشف هما الاولين. هنا حكيت البنات عفوا الكوزه محكوش ما تكثروش بزاف البنات، راه حيت عارفين الكوزه كتدوخ، كتجي واعره في الشباكيه، كتجي الشباكيه مقومه. شتي هاد الطريقه البنات غديروها كونوا اكيدين غتجيكم الشباكيه واعره ومقومه. صافي هنا كنخلطوا هذاك النواشف كاملين، عاد غندوز البنات نغربلهم. ضروري من هاد المساله اللي وريتكم البنات ضروري تغربلوها، الا ما بغيتوش العجينه تقطع لكم ديال الشباكيه راه كتكون حساسه، راه دغيا كتقطع. هذا هو المشكل باش تقطع لكم، حيت ما كتعاودوش تغربلوا هاد النواشف. هانتوما الشير البنات، صافي راني خلطتهم كاملين وكنغربلهم الغربله كامله، عاد ندوز نكمل ندير السوائل. ضروري البنات ما المساله هادي تغربل، كتجي ساهله وما كتاكدوا بان العجينه ما غتقطعش ليكم، كتجي العجينه رطبه ديالها. صافي كنبقى كاع ما كملت هذا الشيء، هذاك الشيء اللي كيشيط ليا البنات راه شتو كنطحنو عاوتاني في الهشوه وكنعاود نغربلو. هذاك اللي كيبقى ليا من في الغربال راه كنعاود نطحنو. هنا البنات كنزيد كاس ديال الزيت البلديه، عاد كنزيد السوائل وكاس ديال الزيت الروميه، وتنزيد هذاك جوج كيسان البنات ديال الماء الزهر، جوج كيسان هذوك ديال الماء الزهر، واحد دايره فيه الزعفران الحر وواحد مخليه هكاك باش ما تلفوش البنات، راه جوج كيسان. المهم العبار بالعنبه، هنا درت جوج كيسان ديال الزبده مذابه،
ملي نقول لكم البنات كيسان عرفوا الكاس ديال العنبه، راه عبر صعب بالكاس ديال العنبه. صافي كنبسو هذاك الخليط، كنديرو الزيت البلدي والزيت الروميه والزبده، تنبسو مزيان مزيان. هاد المساله ديال البنات المرحله خدموا هادشي على خاطركم، بسو مزيان عاد زيدو الماء. هانتوما البنات شتو راني بسستو مزيان حتى دخلت هي داك الزبده والزيت مع الطحين. هنا كنجيز جوج اصفار البيض، شفتي كيف الصراحه تيجي فيها الصفر البيض تيجي فيها زوين، تيعطي داك التعريكه. المهم بالنسبه للبنات اللي عندهم الحساسيه من الصفر البيض بلا ما ديرو ماشي مشكل، المهم تن في ما تنزيد شي حاجه راه تنبدا نخلطها مزيان عاد تنزيد حاجه اخرى. المهم هنا زدت جوج خمارات ما درتهم في الاول، اصلا خماره كتكون زعما مغربله مزيان. صافي هنا درت جوج خمارات، ما ديروش هاد البنات خميره ديال الخبز راه ما تجيش، بالنسبه للبنات اللي ما تيبغي يخليوها تبات. هنا زدت جوج معالق كبار ديال الخل فقط البنات، ويكم ديروا شي نص كاس ولا كاس، جوج معالق راه الخل راه هو اللي كيخلي الشباكيه تفتت الا كثرتوها. تبعوا هاد الطريقه. هنا زدت كاس ديال ما الزهر داك اللي فيه الزعفران الحوم زدتو، وغنزيد كاس الثاني ديال الماء الزهر، عاد غنزيد الماء. هنا راه باقي ما حطيتش معكم كاع البنات الماء، دابا عاد غنعمر الماء هي من الروبيني. في الاول راه نسيت ما حطيتش معكم الماء، ولكن غنوريكم بالضبط شحال غندخل ديال الماء بالكاس ديال العنبه، غنوريكم القياس. هنا كنخلطو مزيان هذيك العجينه مع الماء الزهر، حيت العجينه خاصها تكون قاصحه. اذا بغيتو تجيكم البنات الشباكيه رطبه خصكم تقصحوا ضروري العجينه. هنا البنات هما جوج كيسان ديال العنبه حطيت ديال الماء، راه كندير الماء بشويه بشويه باش ما تجراش ليا العجينه، حيت الا جرات العجينه راه عرفوا الشباكيه غتجي مدقصه. خص العجينه تكون قاصحه باش العجينه ديال الشباكيه تجيكم رطبه. هنا درت الكاس الاول البنات ديال الماء، هو باش كنجمع العجينه، وكندلك البنات مزيان يعني ما تجيشو تزربو في هذه المرحله وتزيد تخويو داك جوج كيسان كاملين. هنا راه الكاس الثاني راه كنضيفو غير بشويه بشويه، وانا تنخدم على خاطري ما تجيوش البنات تزربو باش ما تخسرش ليكم العجينه تكون مقاومه وكلشي في الاخر تخسروها. راه هذا هو المشكل باش كتجيكم شباكيه قاصحه حيت العجينه كتكون مرخوفه. هنا كنضيف بشويه 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 حتى نحس بها تجمعات. انا ما بغيتش نزرب زعما نقطع من هذا المقطع، خليته لكم باش تشوفوا الطريقه ديالها. وكنجمعها صافي البنات، راني خليت هذاك الربيع ديال الماء ما درتوش كامل، بقى واحد الربيع نسيت ما صورتو لكم. صافي يعني درت كاس بقى والثاني بقى منه ربع. هنا كنخدمها مزيان شتي، كنبقى نخشي فيها صباعي وندلك نخشي فيها صباعي ندلك حيت تكون قاصحه، راه كتمحن الصراحه، ولكن ما خصكمش ديروها في العجينه راه حيت تخرج على العجانه كتكون عجينه قاصحه. كنبدا نخشي غير صباعي هكا 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 كتطلق، وكنديرها في بلاستيكات. المهم هاد الطريقه هادي كيما صورت لكم هكا كتخدموها العجينه، حيت كتبقى تخشيو فيها غير صباعكم وتبركو، تخشيو بصباعكم وتبركو حتى كتطلق هي، حيت كتكون فيها الزبده والزيت راه واخا كتكون قاصحه راه كتطلق، يعني راه ما كتبقاش داك القصور حيه. صافي دابا البنات انا قطعت الكويرات على حسب البلاصه فين غنخدم، وغنديرها هنا في بلاستيك ونبدا نطلق فيها، يعني ما غنخليها لا ترتاح لا والو. صافي كنجمع داك العجين كامله ونديرها هكا في بلاستيك. صافي هنا البنات داك الكويرات انا جبتهم بحال هكا كنطلقهم، كنديرهم بحال الشكل ديال الرغيفه، طلقوهم شويه نطلق انا بعد ندلك هذا الرقيق تيطلق الشباكيه تيصرعها بالصراحه. صافي كنديروا لها هذا الشكل هكا وكنديروها في بلاستيك، ضروري البنات بقاو تخدموا بلاستيك باش ما تنشفش لكم العجينه. صافي كنديروها الطريقه هذه، كنحاولوا نطلوها بحال الرغيفه. صافي كنبداو نقطعوهم، واللي خدمتها البنات ترجع البلاستيك. دابا غنقطع البنات حرابل
يكونوا شي شويه قام ديرهمش غلاط باش ما تجي على حسب الشكل ديال باش غتورقوا. المهم كنقطعوها كحريبلات حيت باقي غيطلقوا في الورقه راه زي زعما تيعراضوا. انتوما ما تقطعوش باش ما يجيكمش فيها كسور بزاف زعما ما ديك الجنب ما يشيطوش تعذبكم. تقطعوا على حسب القياس. صافي انا نكمل هاد الكميه هكا كلها اللي قطعتها كنديرها في بلاستيك. صافي هنا البنات راني جبت المدلك وبديت نطلق فيهم هكا واحد شويه باش نطلقها في الورقه تجيني سهله. تنطلقوهم هكا واحد شويه دوك الحريبلات. صافي هنا كنديرها في الورقه رقم اول حاجه كنديرها في رقم 3 وعاد نعاودو نديرها في رقم 6. المهم نتوما على حسب الورقه اللي عندكم كما كتشوفوا كنخرجها دابا في رقم 3. المهم هي خصها تكون رقيقه ما تكونش غليظه عاوتاني لاباط ديال الشباكيه. كنخرجها كلها هكاك راه واخا كنديرها وحده فوق وحده راه ما كتلصقش حيت كتكون فيها الزبده والزيت. ونعاودها في رقم 6. دابا البنات صافي خرجتها في رقم 3 انا كنعاودها هنا في رقم 6 كما قلت لكم على حسب النوامه اللي عندكم في المهم تكون رقيقه في الماكينه. شي راه واخا تندير وحده فوق وحده راه ما تلصق ما والو. صافي نكمل هذه الكميه وندوز نصاوب الشباك. صافي دابا البنات انا غنخدم بهذا تجي واعره الصراحه واخا كتمحن ولكن كتجي واعره وكتجي الشباكيه قياس واحد. المهم انا نخدم بهذه متوسطه. صافي كنبدا نطلقوا فيها بحال هذه الطريقه هذه. المهم البنات انا هذا المقطع هذا ما بغيتش نزربو باش نوريكم بالنسبه للبنات اللي ما عمرهم شبكوا نوريكم الطريقه ديال الشباك. الطريقه كتجي سهله. صافي كنبدا نخرجوها بحال هذه الطريقه هكا كتبقاو غاديين معاه بشويه 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 كي راه كتجي شباكيه واعره البنات كتجي قياس واحد الصراحه. حيت اليد واخا كتكونوا كتصابوا ما كتجيبوش القياس واحد هذه الصراحه اللي دار الله يعطيه الصحه كتساعد كتسهل الماموريه وكتجي شباكيه قياس واحد. المهم ديال البنات راه عندي دابا شي 3 سنين اللي كتخديتها ب 15 درهم في مات كورونا وكصراحه كنخدم باغي شباكيه كتجي واعره. دابا راه يكونوا ولاو شي 10 درهم البنات بالنسبه لي ما عنده عوينه ديرها تجي واعره واخا كاع اللي عنده العوينه كتجي متراسيه. هانتوما البنات عندي هنا فيها 5 الاشرطه كنجيبو جوج اللونانيين على جوج الثانيين وكنقلبو كنجيبو هذاك الاخرانيه وكنحطوها بحال هكا كنلصقوها ونشدو لها الجوانب ديالها بهذه الطريقه هذه. كنخشيو صبعنا البنات في هذاك اللي ثبتنا وكنقلبو. شتي البنات هاد التشبيكه راه ساهله. انا غنعاود معكم هنا شحال وحده باش تجي مفهومه الطريقه. المهم انا هاد المقطع راه ما بغيتش نزربوها البنات على ود باش تشوفوا الشباك راه حيت الشباكيه راه هي الشباكيه اللي ما عرفتيش تشبكوا راه ما كاين والو. كنجيبو جوج لونانيين وكنحطوهم على جوج ثانيين كيبقى شريط لنا واحد. كنجيبوه نثبتو على الشريط الاخراني وكنثبتو هذوك الجوانب وكنخشيو سبعنا وكنحلو وكنحطوه وكنثبتو لهاد الجوانب مزيان البنات باش ملي يكونوا كنقليوها ما كتحلش. شوف الشباكيه كي كتجي سهله كتجي واعره. انا شحال من وحده غندير معكم هاد الشباكيه اللي كنشاركت معكم داك العام الطريقه بحالها. وعندي تشبيكه وحده اخرى كنجيبو له جوج شريط جوج اشرطه لونين على الثانيين واللي كيبقى لنا واحد كنثبتوه في الاخر كنقلبو كنلصقوه. ها انتم نمر الفيديو شهر خلاص واخا ما نهضرش. هانتوما البنات كنقلبوها كنجيبو جوج على جوج شتيو كيبقى شريط واحد وكنقلبو وكنلصقوه في الاخر. ثبتوا هذاك البلاصه مزيان البنات عاد بركوها كقرصو باش ما تحلش وخشيو سبعكم وقلبو سهله. هانتوما البنات شتيو هانتوما جوج اللونانيين على جوج الثانيين وقلبو وهزو هذاك الشريط الاخراني وتبته. هاد الطريقه الشبيكه راه كتجي سهله البنات ب
بالنسبه لي زعما لما تجي تحصل في الشباك ديرها سهله ومفهومه. راه لما دخلتيش هاد الشبكه ديال راسو دوز واحد الفيديو راه كان عندي دي باش ماشي هذاك العام العام اللي قبل منه فيه شبكه خطيره وسهله حتى هي طياده هي تصاوب ليكم وكنحطوها هنا في سطح العمل البنات وكنثبتوا لها الجوانب. ها انتم البنات زيد معاكم واحد اخر عاوتاني والله الا واخا الفيديو جا طويل جوج الاولانيين على جوج الثانيين وكنقلبوا وكنجيبوا هذيك وكنثبتوها هنا مزيان ونشدوا لهذيك الجوانب ونخشيو سبعنا ونقلبوا. شتي انا زدت معكم شحال من وحده والله الفيديو جا طويل البنات كاين راه ماشي مشكل حيت باش خصكم تعرفوا الطريقه ديال الشباك. انا ما كنبغيش نطول في الفيديو كنبغي ندير الفيديو ديالي ماكسيموم 10 دقائق ولكن ظروف شباكية فتتشد اليد كتاخد الوقت خصني ضروري نوريكم المراحل حيت غادي نصور لكم فيديو كله مزروب راه ما مفهومش. انا صافي البنات كنبداو نقرصو صافي غندير معكم اخر وحده كنقول اخر وحده وكنعاود نكمل. كنبغيكم البنات تصاوبوها زعما تجيكم زوينه الشبيكه راه كتعطي المنظر. صافي هادي هي الاخرى التوله ديال الاخرى وكنحبس لا صافي صافي شتوها البنات الشبيكه كتجي واعره. هانتوما انا نوريكم الشكل ديالها كتجي الصراحه توب توب وكتجي صغيره حلوه. صافي البنات غنبقى تنكمل هاد الكميه المهم هي الكميه كامله ديك جوج كيلو ديال الدقيق راه عطاتني هاد البلاطو الكبير وباقي بلاطو واحد اخر كتخرج كميه تبارك الله. هانتوما شتو راه خليتها تنشفات مزيان. هذا العسل البنات اللي كنت شاركت معكم في الفيديو السابق هو بلد على خاطرو شتو كي تيجي ثقيل واعر البنات غير جربوه راهي بسنيده. صافي هنا بديت تنقلي حيت نشفات ليا الشباكيه نشفات على خاطر شحال ما خليتوها نشفات البنات شحال ما تجي مزيانه. المهم هنا صافي سخنت الزيت كنبدا نقلي فيها. الا شتو البنات الزيت سخونه كما كندير انا كنشوفها حطيتها دغيا طلعت فيها التحميره راه كنقص الزيت فهمتوا مخصهاش تجي تحمر دغيا طيب على خاطرها ما تبقاوش تجهدوا على البوطه وتجي محروكه من الداخل تجي معجنه. انا دابا راه فهاد المرحله هي كنشوفها الزيت سخنات كنقص منها الا عاوتاني الزيت بردات كنعاود نسخن فيها هكا كنطياب ديالها وحاطه حدايا العسل تما باش اللي تقلات كنهزها ونرميها في العسل. الريحه فيها البنات وحق الله كتجي واعره وكتجي من السما غير جربوها ما تندموش عليها كتجي رطيبه مع اللوز والزنجلان شي زوينه على داك ديال الزنقه. صراحه الحاجه ملي كنديروها عندنا في الدار واخا كيكون فيها التعب ولكن راه كتعرفوا راسكم شنو درتوا. صافي هنا كدات بان ليا الوجه ديالها كيبدا يتحمر كنبدا نقلبها. هنا ما تحمروهاش البنات بزاف يعني خليوها غير اللون ديالها يذهب حيت مني باقي كنرميوها في العسل راه كتزيد يشد اللون ديال العسل كتزيد تشد اللون ديال العسل وكتحمر مزيان يعني خصها غير ملي تكون تتقليوها يكون اللون مذهب ديالها. صافي هنا كنبقى ما كنحيدش الصراحه البنات يدي كنبقى نقلب فيها نقلب فيها من هنا ومن هنا ومن هنا حتى كيبان ليا باش كتشد لون واحد يعني ماشي تقلحوها وتخليوها وتزيد وقفوا عليها. انا كنبقى واقفه عليها كما كتشوفوا هكا انا ما قطعتش المقطع كنبقى نقلب فيها كنقلب فيها كنقلب فيها حتى كيبان ليا شد اللون باش كيجي اللون موحد يعني كيجي لون واحد ما تجيش وحده محروقه وحده باقا ما طايباش فهمتوا. كما قلت لكم الزيت ملي تشوفوها كتحطوها كتحمر لكم دغيا نقصوا الزيت ملي تحسوا بالزيت بردات جهدوا فيها هادشي هي الطريقه ديالها راه كلشي على الطياب. صافي هانتوما هو اللون ديالها صافي لهنا هي هاديك بدات كتشد داك اللون الذهبي. دابا صافي البنات غنبقى نحيدها هاهي كنحس بهداك اللون ديالها الذهب صافي كتحيدوها. هانتوما شتو اللون ديالها البنات كنسقطوها مزيان الزيت والعسل راه كيكون بارد نسيت ما قلت لكم العسل راه ما كنسخنو ما والو كيكون بارد كما وريتكم كنرميها فيه حيت الشباكيه اصلا كتكون سخونه ومني كترميوها في العسل راه العسل كيطرخ فيه يعني ما كيبقاش ثقيل
ما كاينلاش البنات تسخنوا العسل، خليوه هكاك تقيل صافي. وكان اللي طيبته انا راه طيبت شحال من حاجه، شحال من حاجه طيب زعما كميه كثيره، عاد وريتكم هنا راه تبارك الله كتخرج هاد الكميه. صافي هنا كنديرها عاود ندير وحده اخرى، وما تنعمروش البنات المقله بزاف، خليوها فين طيب. والخرا راهي راه تنخوي عليها هكا العسل، تشرب العسل مزيان العسل والله الا واعر البنات، غير جربوه بسنيده عاد شي كيقبط في الشباكيه هكا كيبقى معسل الشباكيه. صافي هنا البنات راه قلبت عاوتاني كما قلت لكم، كتبقى تقلبوا فيها حتى كيبان لكم وصلت لذاك اللون الذهبي وكتحيدوها، طريقه سهله. بغيت تشوفوا العافيه الزيت زعما عفوا سخنات لكم نقصوا، انا راه مره هنا كنقص وكنجهد كنقص وكنجهد. صافي ها هي تخليوهاش البنات تحمر بزاف باش ما كتجيش داك اللون ديالها مغلوق، ملي كتعاودوا ديروها في العسل كيولي اللون ديالها مغلوق، لا خاطر تولي مذهبه. صافي وحيدوها كما قلت لكم راه باقي كيرجع فيها اللون. صافي هنا كنقلبوا على جهه اخرى، المهم كنبقاو نقلبوها هكا ونقلبوها هكا حتى كطيب، تخليوهاش على جهه وحده. المهم ملي كنبغي نقلبوها المره الاولى راه كنخليوها حتى كتقبط راسها عاد تنقلبوها، ما تجيوش تقلبوها هي باقا رطبه باش ما تفتتش ليكم. ملي كتحطوها في المقله حتى تحسوا بها قصاحت وشدات راسها عاد تنقلبوها على الجهه الاخرى، حيت الا جيتو قلبتوها راه كتفرتت في المقله. نتوما البنات راه ما كتخرج لا كسور لا والو، كيما كديروا لها كيما كتبقى، ايش الطريقه ديالها عرفوا كيفاش طيبوها، كتجي ناجحه والله العجين زعما كيجي ناجح، ما كتخرج فيها لا كوسون لا والو، كتجي واعره وبنينه وما كتجيش مدقصه بحال ديك ديال الزنقه يا اختي، كن ندوقوها كتهرس لك السنان. صافي ها هو اللون ديالها البنات، صافي تذهبات هو داك اللون ديالها. دابا صافي غنحيدها ونبقى حتى نكمل هذيك الكميه الكامله اللي عندي، نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الشباكيه كي كتجي. هنا مهم البنات راه خليتها تتسقطه. صافي البنات ها هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالنا كي تجي البنات، واعره خطيره والله القاسم، شي واحد الريحه فيها ما شهيتكم حيت مقومه الحاجه ديال الدار البنات راه كتجي طوب طوب. حيدوا ليا من الزنقه وداكشي اللي تيتبع في الزنقه، ما حدكم البنات عارفين تصاوبوها صاوبوها كتجي رائعه، وشوفوا كي كتجي معلكه بداك العسل اللي عطيت اللي شاركت معكم. وانتم البنات تجي هشيشه تجي لا مدقصه لا قاصحه، هانتوما شفتو كي كتجي وشاربه العسل واعره البنات واعره، هانتوما شفتيهم تندوق معكم هانتوما البنات شفتو كي كتجي رطبه هشيشه واعره البنات. الصراحه كنتمنىكم تجربوها لان كتجي شباكيه رائعه. صافي البنات راه سال الفيديو ديالنا، كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو ليا اكبر عدد من اللايكات وتشاركوا الفيديو مع الاقارب والاصدقاء. سلام عليكم.